موجز الأخبار من قناة الغد المشرق، أهلا بكم. أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي دعم محافظ حضرموت الجديد مبخوت بن ماضي للقيام بمهامه في خدمة المحافظة وأبنائها. وخلال لقاء جمع الزبيدي بمحافظ حضرموت، شدد الزبيدي على ضرورة أن تشهد محافظة حضرموت نقلة نوعية في المجالات كافة بما يتناسب مع أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية. ومن جانبه عبر المحافظ بن ماضي عن شكره وتقديره على دعم الزبيدي المتواصل لحضرموت وسلطتها المحلية، متعهدا ببذل أقصى الجهود للارتقاء بالمحافظة تنمويا وخدميا وتحسين الأوضاع المعيشية لأبنائها. أعلن المبعوث الأممي لليمن هانس جروندبرغ بأنه تم الاتفاق على تمديد الهدنة الأممية في اليمن بموجب نفس الشروط لمدة شهرين إضافيين، ويشمل هذا التمديد إلزاما باستمرار المفاوضات بغية التوصل إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن. وأكد المبعوث الأممي بأن مقترح الهدنة الموسع سيتيح المجال للتوصل إلى الاتفاق على آلية صرف فعالة لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين المدنيين. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيبها بتمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين والتأكيد على أهمية فتح المعابر الإنسانية في تعز. وثمنت السعودية جهود المبعوث الأممي في تعزيز الالتزام بالهدنة تماشيا مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021 لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل. وشددت وزارة الخارجية على موقف المملكة الراسخ والدعم لكل ما يضمن أمن واستقرار اليمن. رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بتمديد الهدنة في اليمن وبفترة من الهدوء غير المسبوق في البلاد، كما أعلن البيت الأبيض. وبحسب المتحدث باسم البيت الأبيض للقضايا الاستراتيجية جون كيربي، فقد حث الرئيس بايدن جميع الأطراف اليمنية على الوفاء بالتزاماتها بموجب الهدنة، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بالمشاركة في الجهود الرامية إلى إحلال السلام باليمن. وقال بايدن أن العاهل السعودي وولي عهده أظهر خلال المناقشات على مدار الأسابيع الأخيرة التزامهما بتمديد الهدنة في اليمن. أكدت وزارة الأوقاف والإرشاد أن ميليشيات الحوثي تستغل خرافة عاشوراء في تحقيق مصالحها وأطماعها وتوظيف عواطف الناس الدينية في خدمة معتقداتها المشوهة وإشعال الفتنة. جاء ذلك في تعميم دعت فيه الوزارة الخطباء والمرشدين والدعاة إلى القيام بواجبهم وحماية عقيدة الأمة من الخرافات والأساطير التي تربطها ميليشيات الحوثي بالدين الإسلامي، والوقوف أمام بضعة عاشوراء العنصرية ومواجهة الشحن الطائفي والدموي والإرهابي الذي تقوم به. نهاية الموجز، إلى اللقاء.